صورة حلوة جدا كل الناس علقت عليها، موجودة الصورة على السوشيال ميديا، وهي الحقيقة حلاوة الصورة حلاوة فوز الطفل مروان فحلة بميدالية فضية في بطولة العالم ليزر رن اللي بتقام في الصين. طبعا منظره في الصورة وطفل صغير والناس الحقيقة بتشير الصورة، الناس بتبقى معجبة قوي بالرياضيين لما بيحققوا نجاح، بيبقى الحقيقة قدوة لطيفة جدا. خليني أروح يعني مدرب مروان دكتور أحمد جمال شعير. مساء الخير يا دكتور أحمد. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. يعني أنا عايز أعرف، كلمني عن مروان. أولا سنه صغير، ولكن أيوة. الصورة طبعا يعني الناس كلها معجبة بيها بشكل كبير يعني. فكلمني لله. عن طبعا الماراثون ده، أو طبعا الليزر ران اللي أقيم في الصين. بطولة الليزر ران دي بطولة تبع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث. تمام. هي أقيمت في الصين مؤخرا، هي بتبقى على هامش بطولات العالم للخماسي الحديث الكاملة. الخماسي الحديث في بطولات بتبقى ليزر ران، يعني بتبقى لعبتين جري ورماية. فمروان لسنه بيشارك، بيبقى على هامش البطولة الكبيرة اللي هي الخماسي والخمس لعبات، بيشارك ليزر ران اللي هي جري ورماية. فمروان اللحظة دي حصلت على مروان عمره كام سنة يا دكتور أحمد؟ تحت 9، هو عنده 7 سنين بالظبط، مواليد 2016. أيوه تمام. أيوه مروان بقى له 2 سنين بيلعب اللعبة، ما شاء الله هو ثالث رانك عام على مستوى الجمهورية السنة دي، وترشح إن هو يسافر في بطولة العالم نتيجة تميزه ومستواه الرقمي، وما شاء الله هو برضه حقق إنجاز كويس. طبعا الله يعني إذا أيوه. مروان بيلعب من هو عمره 5 سنين. ايوه ايوه يعني، وبيجري وعنده لياقه عاليه جدا الحقيقه. طبعا. يعني الصوره باينه جدا من لياقته يعني. الحمد لله. ايوه واضح مروان اهو، احنا بنشوفه هو بيحقق النهايه دي اعتقد يعني. ايوه هو الصوره دي اتاخدت وهو بالظبط على خط الفينش وهو بيفنش، لان دي غضب الانتصار والحلاوه بتاعت النهايه بتاعته القويه اللي يعني الحمد طبعا. لله ربنا كرمنا بيها، وسبحان الله يعني هي انتشرت نتيجة برضو تعب الولد وشراسته في اللعب، لان برضو طبعا كانت يعني مروان طبعا طفل صغير 7 سنين يعني، لكن شعوره ايه لما حس ان الناس كلها تابعت الماراثون ده وعلقوا على الصورة؟ الحقيقة تعليقات رائعة. هو كان طبعا فرحان ومبسوط، ان يعني هو كان حديث يعتبر يعني السوشيال ميديا كلها الحمد لله. كان مبسوط وسعيد الحمد لله. بيتمرن كام ساعة مروان عشان يحقق النتيجة دي؟ مروان بيتمرن بشكل يومي يعتبر من ساعة لساعة ونص تمارين جري ورماية، وبياخد سيشنات فتنس كده حوالي 45 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، وبيخضع طبعا لنظام تغذية يعني كويس قوي. أكيد. بس انا السؤال هنا في وجود حضرتك دكتور احمد برضو، عشان لو الساده المشاهدين وعندهم اطفال، خليني اقول انه في السن الصغير ده بيبقى اسهل اللي هي فكره تطويع عضلات الاطفال، ويقدروا يبذلوا مجهود اكبر من لما يكونوا كبروا. يعني لما يكبر هيكون الفتنس بتاعه بقى اعلى واعلى، هل ده صحيح؟ طبعا بيبقى مطلوب منه قدرات حركيه وبدنيه اعلى، او تمام. مستويات بدنيه اعلى. الوقت بيبقى الولد وهو صغير بيبقى محتاج بس قدرات توافقيه، حاجات علشان تنمي الجهاز العصبي طبعا، والمسارات العصبيه يعني تنمى ويحصل ترابط وتوافق عضلي عصبي. وهو ما شاء الله برضه هو البطل، يعني هو يولد لا يصنع، يعني مروان برضه هو بطل. صحيح. والفورمه بتاعته اصلا هو بطل، بس احنا بنطورها تبع اساليب علميه يعني خاصه باللعب. هو مدرك انه بطل يعني، مدرك انه عامل رقم، وانه مدرك ان سنه صغير يعني، مدرك لفكره البطوله. طبعا هو عشان البطل، هو طفل صغير قوي لسه. طبعا لما قلت البطوله ان البطل يولد لا يصنع، هو مروان عارف انه بطل، واحنا بنعامله حتى عندنا في النادي وفي الفريق ان هو بطل، وبنشجعه لما بنطلعه يعني مع مجموعات اقوى واكبر. هو يعني بنهيئه كمنتاليتي وكسايكولوجي طبعا في الجوانب دي معاه، ان هو يبقى قادر يعني ينافس، وانه لما يلعب يلعب على المكسب ما يخسرش، او يلعب على التميز بتاعه.
حقيقي البطل يولد ولا يصنع حقيقي. طبعا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد جمال شعير مدرب مروان فحله اللي انتوا شفتوه اللي عامل الحقيقه جدل كبير جدا على السوشيال ميديا، وانا ببقى سعيده الاستثمار في اولادنا بان هم يبقوا رياضيين وان احنا نشتغل عليهم وانه يبذلوا مجهود. الطفل الرياضي ده طفل صحي جدا، بيستقبل الحياه بشكل مختلف، بيبقى عنده اشياء مختلفه، بيبقى افضل، بيبقى احسن، بيبقى كمان قدوة حلوة اللي حواليه بشكل كبير دايما.